وصلنا لمساحتنا المميزة وإعادة التدوير. رح نحكي عنها كصناعة إبداعية عم تشتهر فيها المرأة السورية. من فكرة صغيرة أو هواية ممكن نبدع ونخلق شيء جديد يكون مميز، وخاصة بظل الظروف الاقتصادية يمكن سالي اللي هلأ عم تمرق، فيمكن ما حدا يكب شيء، هاد صار شعار عند كل بيت سوري. لكن كيف فينا نحول هالقطاع لشيء إبداعي؟ اليوم رح نتعرف على التفاصيل مع السيدة حسنة سعيد اللي بتشتغل بإعادة تدوير الأقمشة، رح نعرف كتير تفاصيل منها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم، أهلا أهلا وسهلا. وسهلا فيكم، شكرا لكم على هالاهتمامات. هي أهلا يعني وسهلا. هذا اهتمامكم انتم بهذا الجانب بشجع أي سيدة انها تندفع، بتشوف أهلا التفاصيل وسهلا. بتتحمس وبتصير بدها صحيح. تشتغل. نحن شغلنا انطلاقتنا الأولى من ساحة الأمويين. حلو. نحن اعتصمنا وقصينا شعرنا بساحة الأمويين وكان اسمنا جدايل سوريا. اشتغلنا لوحة غضب المرأة السورية من الضفيرة، ضفيرة الشعر. شو حلو. اشتغلنا لوحات متعددة، آخر صحيح. لوحة اشتغلناها كانت عبارة عن خريطة سوريا، جغرافية الخريطة وحدود صحيح. الخريطة من ضفيرة الشعر مع قطعة كروشيه علم سوريا. نعم. وبدأنا كملنا بهاي القصة، بعدين صار اسمنا سيدات سوريا الخير، ومجموعة مننا بلشنا نشتغل على إعادة التدوير. حلو. إعادة التدوير ست البيت، تعي يا ست البيت ما في بيت إلا بيطلع فيه عوادم، بلا ما تتخلصي منهم خلينا نستثمرهم نستفيد منه. صحيح. واحد جانب أول إحياء تراث، صح. جداتنا كانوا يشتغلوا هذا الشيء، فنحن هلا عم نعيد التدوير بطريقة أكاديمية جدا رائعة وبطريقة فنية، واضح. وكل سيدة شكرا وكل سيدة بتبدأ بالعمل بتبدأ المواهب تطلع تظهر تماما. عندها، بتبدأ الإبداعات تظهر عندها. مثال هلا هاي شنطاية للتسوق، فيها جانب أول للبيئة، نحن بنحاول نتخلص من أكياس النايلون، بهالجانب هذا استثمرنا عوادم. عندنا نحن عم نطالع مسبل التخت، عم نطالع مفرش الطاولة، عم نطالع في المخدات. شغلة قدام زينب، يا ريت زينب بس هيك خلينا نورجيها نشوفها لمشاهدينا معك. المطبخ اي هدول كتير حلوين يعني لفتوا حتى النظر. بغرف الصبايا بحطوا فيهم قصص يعني. ايه هاي مثلا ممكن تتعلق بالحمام، ممكن تتعلق يجوب. قدام المغسله، ممكن تتعلق جنب المرايه مثل ما تفضلتي انه بتحط الصبايا فيها صحيح. شغلاتها. ايه بالاضافه انه عم نعمل لوحه زخرفيه، اللوحه الزخرفيه ممكن نحن نستخدمها غطى طاوله، وممكن نحن نحطها على الحيط، نعمل لها جماليه، نعمل لها ديكور معين ونحطها على الحيط. عندنا مثلا هاي لوحه، هاي عملتها بتناسب الاعياد، عيد الميلاد، عيد الفصح، ايه انه فيها شجره الميلاد. لوحه مثل هاي مثلا فيها هي كتير تراث حلوه، الضيعه، كثير حلوه. هاي حلو. هاي تشمل التراث حلو. الشامي والتراث الريفي. يا هي شو حلوه هيك على طاوله وجنبها فطور، حطها على حيط حلوه. حطها. يمكن خبرينا شوي، عم نلاحظ في مو بس اعاده تدوير، في رسم، في فن. في فن. ايه؟ نحن لما عم نشتغل عم نبتكر، عم نبتكر اشياء كثير حلوه. عم نتذكر جداتنا، هلا هون بالشام كان اسمها البقجه الشاميه، وكل محافظة إلها تسمية خاصة. صحيح. ونحن مجموعة من السيدات عم نحاول قدر المستطاع أنه ننشر هي الثقافة، لأنه هي ثقافة منها منتج ومنها استثمار للعوادم ومنها إحياء تراث. تمام. إيه فهلا هي الشناتي، هي الشناتي، شنتاية، هي شنتاية هاي من بنطال جينز، بنطلون يمكن قديم جينز، هاي فردة بنطال جينز، ايه بنستثمرها، بنعملها شيء بيطلع شيء مرتب وشيء حلو. حاجة نكب هالجينزات وعن جد لك وعن جد. خاصة ليكي للصبايا يمكن كثير بحبوا يبدلوا، فأمهاتهم اليوم صار كل شيء غالي صناعي، اليوم بهي القطع إعادة تدوير كثير عم توفر على العائلات السورية وعم تعطي أفكار حلوة، وكل صبية عم تخلق الموضة الخاصة فيها يمكن. صحيح؟ صح. طيب خبرينا كمان، لا سالي عم تحط أشياء كثير يعني حلوة. هي كمان ممكن يمكن الصبية بتحطها بهذا الشكل. تماما تحطها بهذا الشكل، كثير حلوه هاي. مثلا ست البيت، حتى ست حط البيت فيها رايحه على مشان ما يسرق ينسرق، حط فيها موبايله.
بتحط فيها موبايلها، بتحط فيها المصاري، المفاتيح اذا كان في مصاري. كثير حلو. قلتي لنا يمكن انه انتم مجموعه من السيدات، كل سيده من منطقه معينه، من محافظه معينه، اليوم تبادل هالخبرات هالثقافات، قد عم يطلع عندكم افكار، قد عم يصير تمازج باعاده التدوير، وخاصه هو صار ثقافه عند العائله السوريه، يعني بظل الظروف الاقتصاديه صرنا نقدر يمكن اقل شيء عنا يا بالبيت، ما انه بقى مثل الاول تماما. فخبرينا كمان كيف عم تنشروا هي الثقافه، عم تعلموا سيدات، عم تنشروا هي ثقافه اعاده التدوير. ستي الكريمه، نحن هلا هون بدمشق وزاره الثقافه مشكورين عم يساعدونا كثير. هلا نحن عم ندرب من مجمع دمر الثقافه، عم ندرب بثقافه المزه، عم نعمل ورشات عمل ببعض المراكز. حاليا بالوقت الحالي في معرض نحن مشاركين فيه بالحاضنه، حاضنه دمر الثقافيه. المعرض مستمر للخميس، وهي دعوه للناس انه يجوا يشوفوا الاعمال، اعمال حرفيه متعدده، ونحن واحد من هاي الاعمال. ايه، فانا بنصح كل سيده استثمري العوادم واستثمري وقتك. هاي جانب. جانب ثاني، انا استثمرت وقتي لما انا عم اشتغل حاصره فكري بهذا الشغل، انا بنسى همومي، بنسى مشاكلي، بتعلم الصبر، بابدع، يعني جوانب متعدده الى هي ايجابيه. حلو. اضافه انه هلا انا حاليا عم اخترع شيء من الخيش. حلو. هلا بدنا نحكي عن هي القطعه، يمكن ما بعرف اذا فينا نقيمها. سالي كثير حلوه كمان، جنن الخيش يعني، وهي موضه، اخر موضه، الوان الالوان هي انا كثير بحبها، من جد حلوه. كيف داخل التركواز مع الزهر مع الاخضر جامعة. هلا هي فينا نحن نستخدمها مفرش طاوله، بتنحط تحت لوح بلور، فيني انا بطنها، بتجي بهذا بهي الطريقه. بدها بطانه ولا بتنحط مثل ما هي؟ لا، على الطاوله تحت لوح بلور يفضل مثل ما هي. بس اذا نحن ممكن نستخدمها براتي، نعمل لها علاقات من هون وبطانه. حلو كثير. برداية قطعتين كتير بتطلع رائعة. شو حلوين. تبيعون ما هيك؟ يعني إذا حدا بده يشتري. ايه طبعا طبعا منبيع. هي مشروع صغير للتسوق. هو مشروع صغير للتسوق. نحن بنطرح منتج وبنستفيد، بنفيد وبنستفيد. فهذا هي الثقافة. نحن داعمين أكيد لهيدا المشاريع التنموية الصغيرة، اللي نحن دائما يعني بوقتنا الحالي مثل ما بنعرف مع غلاء الأسعار ومع هيك مثل ما بيقولوا زحمة الشغلات اللي مثل ما بيقولوا مطروشة بالسوق، يعني هذا شغل مميز، يعني واحد بده يجيب لبيته بنقي المميز، فهون بنقيه بسعر حلو وبشغل فيه روح. قديش الشغل فيه روح؟ تماما. هون انت لما بتشتري قطعه عم تشتري منتج يدوي، المنتج اليدوي عم تشتري معه الطاقه الايجابيه اللي وضعتها السيده او وضعها الشخص المنتج. هي الطاقه الايجابيه انت اخذتيها مع الجهد اللي هو باذله، مع الى بصمه خاصه، الى بصمه مميزه. نعم. طب خبرينا اليوم قد ايه بتاخذي وقت لتنجزي هيك قطع؟ يعني في قطع بتاخذ وقت طويل، في قطع بتاخذ وقت قليل. خبرينا شو اصعب نوع اشتغلتيه هلا، عشو المشروع بما انه صار في هلا بازارات للشتويه وعده مناسبات، محضرين شيء جديد، افكار جديده؟ هلا في شغل بياخذ وقت، بياخذ وقت كثير. مثلا انا اذا بدي اشتغل مسبل تخت، ايه هذا كبير، بياخذ معي شغل، بياخذ وقت، بس بيطلع بتقنيه جدا عاليه. قد ايه بياخذ ممكن يعني؟ هلا ممكن ياخذ معي، ممكن ياخذ شهر. شهر كامل شغل. مثلا انا اذا بفرغ كل يوم 3 ساعات لإله بده شهر كامل. تمام. ايه، وعندي انا مسبل تخت حاططه على التخت، وقت بوقف على باب غرفه النوم بتطلع عليه هيك بنتعش، برتاح شغلي. نفسيا شغلي الوان هيك على كيفك، انت عامله هالشيء كثير بنبسط، كثير برتاح. عندك غرفة خاصة هيك بالبيت لشغلك، هيك وقتك بتمخمخي مثل ما بيقولوا، تشربي فنجان قهوة، كاسة متة، وانت عم تشتغلي في غرفة خاصة هيك وبتقضي فيها الوقت، قد ايه بتقضي بمتعة؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع، انه وقت تشتغلي بتكوني مبسوطة، مو انه يلا بدي خلص انا على القطعة علي، مثل واحد عنده واجب بده يقوم فيه ويمشي يعني. هذا الشغل بده رواق،
ما بده اني والله انا بدي اخلص القطعه بسرعه ولازم لازم، لا بده رواق، بده هدوء، بده كنكنه. ايه عندي قطعه مثلا انا بدي اشتغلها، اكثر شيء بيريح للشغل عند الصبح عندي قاعده تراس، بقعد بحط هالشغل، بحط هالدولة القهوه، بقعد عم اشتغل بهدوء برواق، بعد شوي بتطلع اوه طلع معي شيء كثير حلو. يعني حتى ممكن يطلع معي شيء انا مو حاططه بذهني، ماني مخططه له، ما بلاقي حالي الا طلعت فكره جديده واشتغلت، وشيء كثير كثير حلو وشيء يعني ممتع. طاقه سلبيه نحن عم نفرغها هون، ايه عم ننتج، عم نفيد ونستفيد. نعم. نعم. طب خبرينا، يمكن بما انه عم تشتغلي كثير، اول ما اشتغلتي باعاده التدوير كانت يمكن قطع بسيطه، اليوم صرتي عم تتجرأي تعملي قطع اكبر، صحيح؟ تمام. خبرينا كيف بلشتي الخطوات، هلا مستعده؟ اي فكره ممكن تجيكي؟ هل عم تتفرجي على مواقع يمكن يوتيوب حتى تتعلمي افكار؟ عم تحاولي انك تاخدي افكار من حدا، او صار عندك خبره انت شو عندك فيك تحولي؟ هلا مثلا بالنسبه يوتيوب ممكن، بس نادرا اني الجأ لليوتيوب. نحن بدأنا هذا العمل في لنا منهاج تعليمي لإله، تماما مثل المنهاج التعليمي بالمدارس. عندنا اول قطعه 4 مربعات. نعم. صغيره، القطعه الثانيه 12 مربع، القطعه الثالثه 25 مربع. هي بتكون وجه مخده. نعم. هذا اللي قدامنا. حلو حلو كمان لك الوانه على نفس المبدا. هذا شغل تدمري. ايه هذيك بتكون مربعات، هي بذكرنا بالتراث عن جد القديم اللي كانوا الستاتنا يحطوه ببيوتهم، عن جد حلو كثير، يعطي راحه نفسيه تماما. انا هيك بحس يعني. إيه؟ يمكن جميل جدا هذا. بعد هي في عندنا لوحه زخرفيه متر بمتر فيها مثلثات، اسمها لوحه زخرفيه لانه فيها بصمه للزخارف ايه بتلوني على كيفك فيها مثل ما بدك تساويها بترتبيها. بعد منها الشرشف، هذا شرشف التخرج، تاخذ الوحده شهاده تخرج عليها. اتحاد الحرفيين مشكورين عم يعطونا شهادات تخرج لكل مجموعه عم تتدرب عنا، بناخذ لهم الاسماء بيعطونا وعم يعطونا وعم حلو حلو كثير. عم ينعرض شغلات يمكن زينب عم نشوفها على الشاشه من صنعك هذا الجميل اللي عم نشوفه ايضا. خبرينا شو حابه هيك تقولي عبر شاشتنا اليوم الصغيره لكل سيده حابه يكون لها مشروعها للصغير يلي بيبدا صغير وبينتهي كبير، اكيد لانه ما في شيء بيبدا غير بخطوه وبينتهي بشيء جميل جدا. انا بقول لكل سيده، نحن انت يا سيده، وخصيصا اخص السيده السوريه. حلو. السيدات السوريات مبدعات جدا. يا ست البيت، انت عندك عوادم استثماريه منه انت بتنتعشي، بتفرغي الطاقه السلبيه. صح. بتنتجي، بتحسي حالك انه انت تغيرتي، شخصيتك بتتغير بس تبدا بالعمل. صح. الابداع اللي عندها بتطالعه. بتقول انا كنت هيك، انا كل هذا شغلي انا فعلا هيك. وانا بشجعهم، ونحن دوراتنا مجانيه بمراكز ثقافيه. يعني عندنا هلا مفتتحين دوره بجبله، مفتتحين بطرطوس، بالسويدة، بحما، هون بدمشق. يعني ونسعى انه يكون التدريب بكل مراكز دمشق الثقافيه. نعم. طب خبرينا يمكن انتم كم سيده اليوم باعاده التدوير؟ كم سيده عم تشتغلوا؟ هلا نحن يمكن تجاوزنا المدربات، تجاوزنا 200 سيده. نعم. ايه ومتوزعات جغرافيا بالقطر. متوزعات، وكل وحده عم تحاول بطريقتها تنشر هي الثقافه ببلدها. حلو. ايه فعلى مستوى سوريا ان شاء الله قريبا قريبا رح يكون لنا هيك دائره جدا واسعه من هي الثقافه الجميله جدا. شو حلو. واللي هي ثقافه عالميه، ثقافه عالميه تماما، وجداتنا كانوا ماشيين فيها ونحن بدنا نكمل طريقهم. نعم. شكرا كثير لك، وان شاء الله موفقين. دائما نلاقي فعلا اعاده التدوير صار صناعه
يدوية ومهمة بسوريا سالي. صحيح زينب، وأنا كتير مبسوطة أنه أنت اليوم معنا وحديثك الحلو يلي هيك بيشد، يعني حسيت حالي أنه قاعدة عم بتحدث وعم تعطينا هيك أيضا طاقة من شغلك. موفقة بعملك حضرتك أنت وكل سيدة سورية دائما بتسعى على الأفضل. نورتي صباحنا، أهلا وسهلا. شكرا لكم، شكرا لاهتمامكم، وان شاء الله بتشوفوا من عنا نتائج جدا رائعه. وشكرا كثير. شكرا لك.